سلام بنات الدراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ وكسي بخير؟ كانت منا كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نوب البنات غادي نشارك معكم الحريشات في الفران. كيجيو البنات رائعين رائعين بزاف وكيجيو هشاشين. كانت منا تجربوا مع افضل اساتذتكم وكيقاموا اقتصادي في متناول الجميع. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاجو واحد الرشه ديال الملحه، غادي نحتاجو واحد جوج ديال معالق ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو واحد 3 ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه بالعبارة كاس العلبه، من بعد غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الكوك، غادي نحتاجو واحد نص كاس ديال الزيت النباتيه، من بعد غادي نخلطو النواشف مع الزيت النباتيه، غادي نحتاج واحد الحبه ديال البيض، من بعد غادي نحتاج واحد المعلقه ديال القشور المعسلين. هنا البنات اللي بغى الطريقه ديال القشور المعسلين يقولها لي في الكومونتير باش غادي نشاركها معكم. كيجيو البنات رائعين رائعين بنات هاد القشور ديال الليمون. صافي البنات غادي نضيف واحد الياغورت ديال الفاني، من بعد غادي نضيف واحد الكيس ديال زهرة برتقال. كيجيو البنات منسمين بالنكهة ديال البرتقال. صافي البنات غادي نضيف دابا الحليب تدريجيا بشويه بشويه، وغادي نجمع دابا العجينه ديالتي ديال الحريشات. هنا البنات غادي نعجنها غير بالاطراف الاصابع، من بعد ملي ضفنا ليه الكاس ديال الحليب، صافي القوام ديال الحرشه خاصها تكون شويه لينه كما كتشوفوا. راه باقي غادي نخليوها ترتاح لينا واحد المده ديال 5 دقائق او 10 دقائق، ومن بعد غادي نضيفوا ليه واحد جوج ديال الاكياس ديال الخميره لوزن 7 غرام او 8 غرام. صافي البنات غادي نغطي دابا بواحد الاناء، غادي نخلي واحد المده ديال 5 دقائق او 10 دقائق. البنات من بعد ملي خليتها ترتاح ليا واحد المده ديال 10 دقائق، صافي خديت طلعتها فرشت البابي كويسون تنتو بشويه ديال الزيت النباتيه، وداك الاناء فيه غير الكوك فقط. صافي غادي ناخذ دابا واحد الكميه قليله ديال الخليط ديالتي ديال الحريشات، من بعد غادي نفندها في الكوك ونحطها في اللاطه، والكميه ديال الكويرات نتوما ديروا اي كميه اللي بغيتو، بغيتو تكون حريشات صغيورين اولا كبيبرين كما بغيتو. انا درتهم البنات متوسطين، ماشي كبار بزاف وماشي صغار. البنات راه الفران شعلت ليه من قبل من الفوق ومن التحت، والنار تكون شويه متوسطه. صافي البنات غادي نكمل الكميه ديالتي ديال الحريشات، وغادي ندخلوا لاطا ديالتنا الفران، غادي نحطوها في الجهه الفوقانيه باش تشقق لكم وتجي لكم محمره، ومن بعد الا خاصه شويه ديال الطياب من الجهه التحتاني غادي نزلوا لاطا ديالتنا لتحت ديال الفران تتحمر لينا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. البنات من بعد ملي خرجنا الحريشات ديال الطماطم الفران كيجيو البنات مشقين، كيجيو محمرين، كيجيو رائعين رائعين بزاف. ايوا البنات هانتوما الشكل النهائي ديال الحرشه ديالتنا ديال اليوم. كيجيو البنات مشقين وكيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل اساتذتكم، وكيجيو البنات هاد الحرشات كيجيو مهشاشين من الداخل، كيجيو بنانين فيه نكهه ديال البرتقال، كيجيو رائعين رائعين بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل اساتذتكم. كنشكركم سواء البنات بدايك في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله تلفيتي اخوت ريفريسكم. يلا بالسلام عليكم.